يلا بسم طيب الله بس بسم الله. الشيء تفاعل تفاعل ها قول يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نفتح للدي بي دارون يلا ها اسمعني يا حسن، ايوه سامعك. لا تفتحش الصورة حق الدي بي، لا اخرج. تقول ايوه كذا؟ ايوه كذا خليه، ايوه كذا. يلا افتح بسم الله. الله ما شاء الله، لا باين الحظ حلو. طيب دي بعيون مين؟ بعيون الشيطان هذه. افتح بعيون اصغر، يلا يا عيون عصام. لا تخليك عيوني الاولى. لا عادي. شوف حلو. الان بعيون زيزو. قالك ايه؟ قالك ايه؟ بعيون زيزو، هذه حق الراس. قالك ايه؟ حق الراس. ماشي طب يلا حظنا بقى، يلا. النظارة والله ما هذا الحظ، كذا كذا يطلعوا لك. شوف زربات كله ملصقات. الله 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 الله، بعيون يحيى، يلا بعيون يحيى. ماتيريال وكلاسون. لا حلو. بعيون، يلا بعيون الجوكر ولا الجوكر. يلا بعيوني نشوف عيوني كيف. يلا نظارة ما نشتيها. ايش هذه الزربات يا اخي؟ بعيون مين؟ شوف شوف ابو عاشر اللي تحت، افتحها. ايش هي؟ اللي اقف على الاكس. اخر واحدة، اخر خليهم اخر شيء. لا لما تفتح اول بول احسن. يلا هذه ما تشتي. يا حسن. يا حسن. ايوه. عيون الدبابي. الله اكبر. عيون اللي ببالك يلا ولا تزعل. نفتح. بال مين؟ بعيون الدبابي. بعيون اللي ببالك. ديبي. ديبي. وماتريال طلع لك السلعة خلاص، وماتريال كمان حلو. وماتريال يا ربي عليك، وانا بعيون اللي ببالي كمان عشان يطلع حاجة حلوة. نفتح على ببالي دحين قطعتين من الخط، دي بيك المسك باقي قطعتين. استغفر الله. يا حسن اسمع. يلا ماتريال ماتريال كمان ماتريال كمان. هيا شوف شفت العين اللي ميتين، شفت العين اللي ميتين ومع البدلة. مع البدلة كمان. طيب بعيون اللي على بلزيزو كمان يلا. يلا اللي بلزيزو ما يكون شيطان. ماتريال يا أسطورة. ماتريال تاني؟ خلاص رقيت الديبي كل مسج. ايوه بس اشتي زيد. يلا بعيون اسمع اسمع حسن حسن. الجوكر كمان اسمع، بعيون الجوكر ما فيش عدد. بعيون بعيون الجوكر. خلص الجوكر. يا رب ماتريال، يا رب ماتريال. الله النبي الله النبي. لا ماتريال. بم بم بم. ها عصام بعيون مين؟ اسمع اسمع حسن. ها اول ما تفتح عشرة سوي تخطي، اول ما تضغطها خلي الفارة عليها. يا اخي ايش تجيب ام البخاخات؟ اوف
سمعت افتح ابو عاشر وخلي يدك على كلمة تخطي بسرعة. طيب طيب يلا بعيون عصام يلا نشوف لا 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 تهور الله لا عيوني كم باقي لك شدات كم العيون الجبال يحيى يا حسن اخر حاجه كم تري أربعة حلو ماتريال حلو أنا 100 دولار طلعت دي بي طلع يا دي بي وخمس ماتريال أوه استطاع كده معاك دي بي وخمسة ماتريال إيه خمس ماتريال الآن إيش طورته باقي كم يسي خمس ماتريال إيش طورته باقي كم يسي دي بي كالمسج خلص طور حالاً طور لا ما طلعش الامفور ماكس حالاً طور طلع البيسون كالمسج على البيو ام بي قطع بثمانية يو جي احمد رابط واليوم بي ايوه نشوف الان نطلع فين لا 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 يرقل بيسون ولا شيء ارقل الدي بي صح رق الدي بي بعدين اليو ام بي مال البيسن الدي بي كالمسج خلاص كثير وقت بس نزيد هذا المنظور الثاني عاش عاش عايش مورك المسج الله ما احلى بك المسج غير لونه طيب الان فاضل لنا ماتريال اطور بها الام 20 ولا ايش ايوه ايوه طور الام 20 احسن والله حلو الام 20 انا اشتي كمان اطور قول لي ليش انه اهبري مستودعات كثير الام 20 الام 20 تمام الام 20 تمام 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 رقيه طور الام 20 احسن لما اجي لك كروم سنايبر واجلدك تبقى فرحان كده بالمسج يا الام 20 الكروزي اليوم الام 20 الام 20 خلاص الام 20 ذحين ايش؟ المسج ايوه مش كل مسج الا مستوى ثلاثه هنا نطرح بشحن الان انتظر البنادق فين ابعد البيش نطرح الدي بي لا الرشاشات الخفيفة الدي بي طيب الان اشتري قطعة اطور بها الام 20 كلمسك واشتري قطعتين اطور بها اليو ام بي كلمسك فاضل لي ثلاث قطع الكروزة كم اشتي لها؟ الكروزة عدد ما طورتهاش خالص اهو خلاص اصبر معك الكروزة الجديدة صح؟ باقي معي هنا فتحة مضمونة نسيناها يلا افتح يا رب ماتريال يا رب ماتريال الان اطور ايش كمان اطور؟ الامتولي كم فاضل لي ماتريالات ترجع كلمسك؟ باقي لك قطعة واحدة وتطور اليوم الكل المتواني فور لا قطعتين فاضل لي قطعة مطور المتواني طيب اسمع الآن عندي يلا نفتح بسم الله 10 فتحات يا رب يطلع لي ثلاث متر يا رب ايش ده السيف ايش ده السيف نزيد الان بعيون على بال على يحيى اللي على بال يحيى هيا الله والنبي لو سمحت يا اخي لو سمحت
صباح الخير ترشوم على البيت على صحتك. عيون على بال على الجوكر. شوف بس ما قلت هذا بعيوني لا عيوني عصام زيزو عصام مرة واحدة قطع آخر منها. لا 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 تقمعناش ما ارصحكش ما ولا شيء ما ارصحكش لا باقي فتحة والله تعال نشوف يلا لو سمحت تخيل ما تطلع لي شو القطعة لا ولا طلعت لي قطعة ولا قطعة هنا معي قطعة شوف مضمونة يا رب لا تطلع بخاخ يا رب يا رب يا رب تفوق عليك والله حرام ولا قطعة ايوه كذا شفت كيف وعلى حسب السيرفر اللي كان فيه طبعا معليش معليش المهم طورت اصلح لي معك لقد الاوضاع ايوه كذا حلو ايوه طيب انا ليش المهم ادور لك خمس قطع احمد ربك ليش عاد شحنت الان ست قطع معاك ست قطع انا تقيل نصيحة متأخرة الان عندك قطعة طيب زايدة اطور الليو امبي طور فيها الليو امبي ولا الكراسة دخان طور الكراسة تدخن لما تقتل واحد تدخن خلي الكراسة بنفعلها يوم الواحد اشتي طور الليو امبي اليوم بقطعتين فين اليوم بي كم فاضي اليوم بي قطعتين اليوم بي لا قطعة باقي الشكل المتقدم حلو يكون ايه صور لا شكل متقدم ما وش تستفيد منه لا لا حسن 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 ما بيطلعش كلمة سق لا لا روح رقي الكروزة عشان لما تقدر يطلع لك دخان اقل شيء سويت حاجة في الماتيريال ايوه اه يلا. ايوه طيب لانه اليوم بك انه ما طورت فيها شيء لازم ما خلاص لا ايوه انا ما طورت هذه كنت يلا 400 600 1300 يلا حلو خمس قطع حلوه كمان عاش عاش قطعة قطعة قلت لي قطعة حلو حلو يا رب الآن كمان يجيبوني يلا قطعة واحدة لو سمحتوا قطعة جابوها لي الحمد لله حلو لا اسمع لا قطعة اسمع انتظر حلو نطور الان الانتوني كيلوستين الان بقي لي عدنا عدنا دي ثاني ايه بكمل بكمل انا تجي على الشاشة كذا يا ولد يلا ان شاء الله دي بيطلع لي حلو الان باقي المضمونه دي بيطلع لي قطعتين واللي المنتظر الانتوني ترقيه لكلمتي باقي معي قطعتين طور بالي أمي قطعة ونقص البخاخات 28 خلاص بطور بالي أمي قطعة وبطور
الجروزة قطعة كمان لأني ما بقدرش أطور اثنين. بس البخاخات نقصت. خلاص ال M2 تمام. البخاخات ناقصة بخاخات. ول 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 حسن كيف في العشيرة؟ لأن فتح هنا الأسلحة اللي عندي باقي، هذه ب400 شدة نفتحها، وهذه ب600 شدة نفتحها، وهذه ب800 شدة نفتحها. هنا نعرض ال شو يسموه هذا اليو ام بي، بنادق الرشاشة، وينها بنادق الرشاشة يو ام بي، هذا نعرضه هنا، وهنا نعرض ال القروزة، وهنا نعرض ايش باقي معي البايس. قال روم الله حسن اكسر وشك بعد فتح ديت. كذا تمام، كذا الوضع في السليم. It's black and white.